عم اقول لك الكل مشغول بالافتتاح، خلينا نروح ونجي بسرعه قبل ما حدا يحس علينا. حاجد شو بدي حكمت؟ شبك ما رح تخرب الدنيا اذا تاخرنا 5 دقائق. لك انت ليش بتكبري الامور هيك؟ انا همي انه نحتفل بعيد ميلادك اليوم على رواق. هيك الاحتفال بصير؟ بناكل صحن مهلبيه وبنرجع؟ مو هيك، بعد المهلبيه بدنا نروح على المخبز. اوف، حتضحك علي بمشوار مخبز وانا اليوم طبقت 18؟ معقول يعني رح نحتفل بمخبز وناكل معجنات؟ شو بدي اعمل يا زينب؟ ما بقدر غير هيك، هذا وضعي هلا. والله اللي بيسمعك عم تحكي بيقول انه رح يتغير وضعك بالمستقبل. رح يتغير طبعا، ليش لا؟ شو عرفك شو بيصير؟ بكره بس بخلص بكالوريا رح ابدا بالشغل. رح نغنى من ورا الشغل برأيك؟ انا بكل حياتي ما شفت حدا صار غني من ورا شغله عند الناس. انت ما بتعرفيني مزبوط، لهيك انا ما بلومك. انا ابن فكري أليبول بذات نفسه. هلا رح ناكل معجنات وكيك، بس بكره رح نقعد قدام مسبح بقصر فخم ونشرب كوكتيل مع بعض. شو يعني ابوك هلا قاعد عم يشرب كوكتيل قدام المسبح بقصره؟ ايه صدقيني هيك عم يصير. شو قصتك انت عم تضحك علي؟ وليش اضحك عليكي بقى؟ بابا تزوج من مره غنيه واخذ اخواتي الصغار لعنده، بس احنا ضلينا هون. هي مسحه ولا شو؟ يعني ليش ضليتوا بهذا البيت انتو؟ اختي لميس ما راحت معه، واحمد ما راح، وانا بقيت معهم. يعني بفهم انه هيك فجاه صار غني ابوك، وهي مو كذبه مو هيك؟ ليش مصره انه عم اضحك عليكي او عم اكذب؟ سبق وكذبت عليكي؟ لا مو هيك، بعمرك ما كذبت. انسى، شو رايك معناها نرتب لزواجنا هلا ونخلص من هالورطه، وقتها منروح على مطعم وبنحتفل عن جد. وانا موافق. هي علينا، شو هالصدفة البشعة. مرحبا، كيفكن؟ أهلين. خير إن شاء الله، شايف رفيقتك لساتها هون لهلا. إيه نعم لساتها هون. أنت شو علاقتك؟ ولسه كل شوي بتنط بوشنا؟ انتبه على الكلام اللي عم تقوله، على أساس قاعدة يومين وبعدها رح تمشي، أنتوا عم تكذبوا علي؟ وأنت كمان ما عندك عيلة يخافوا عليكي؟ شو اللي عم تعملي هون؟ عندي وبيعرفوا إني موجودة باسطنبول. يلا حكمت هلا رح نتاخر. ايه جميل، والله نحن كثير مستعجلين. واقف واقف، استنى شوي على مهلك. بس لحظه حكمت، اذا صاير معكم شي مشكله خبرني لساعدكم. بعدين لوين رايحين وليش مستعجلين هي؟ عنا دوره لغه اليوم ومشان هيك اجيت على اسطنبول. مزبوط، اليوم في عنا دوره، من زمان عم ندور على دوره رخيصه ولقينا وحده. رح نخلص بكالوريا ولساتنا ضعاف بالانجليزي، مشان هيك قررنا نعمل دوره خاصه، لأنه بتعرف بالجامعة 3/4 المقررات تقريبا باللغة الإنجليزية. جميل نحن تأخرنا وما بدنا نعطلك عن شغلك، يلا بخاطرك. يلا روحوا. ماشي يا حكمت، شو مفكرني قدامك ولد صغير يعني؟ على كل حال أنا شو بدي فيكن أصلا؟ رح خبر لميس وهي بتحاسبكن. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.